هو انا ينفع اقول ان عندي اقتصاد تصديري قبل ما اقول ان عندي اكتفاء ذاتي من بعض المكونات اللي اقدر اكتفي منها؟ لا لا، مش شرط دي خالص، مش شرط ان يكون عندي. وعلى فكره الناس فاهمه احلال الواردات غلط. يعني احلال الواردات دي، يعني انا وانا في مجلس شورى اول ما نتكلم فيه ان الاستراتيجيه بتاعه التصنيع لازم يتعمل فيها مكون ان انا اساعد المصنع اللي موجود هنا انه بدلا من انه يستورد مكوناته انه يبتدي يصنعها او يعتمد على مجمع صناعات صغيره يصنعها له. تمام. بالعكس، ده انا كمان عملت حاجات اكتر من كده. ده انا استطلعت اراء شركات قطاع الاعمال العام في الحاجات اللي بيستوردوها وحددناها وقلنا يا جماعه بدل ما تستوردوا ده ممكن تتعمل مصانع صغيره من جوه نفس مصانع قطاع الاعمال تصنع له. وده رحت لزمايلي في مجلس شورى من رجال الأعمال، كبار رجال الأعمال، وكان أحدهم ملابس جاهزة وصناعة الملابس من أكتر الصناعات اللي محتاجة ده. قلت له نعمل لك مجمع للزراير، وجبت كل أشكال الزراير يعني بكل مكوناتها، الحديد والعجو والخشب والكلام ده. اللي عطل ده إنه سياسة الدولة غير محفزة لده. يعني المفروض ان انا يبقى في بقى السياسات الاقتصادية تبقى بتساعد. السياسات الاقتصادية دي هي ايه؟ هي ان انا لازم انا اجد ادي حوافز لهذا المنتج، انه هو طبعا كان اسهل له المنتج اللي انا اتكلمت معاه في كده، كان اسهل له انه يستورد من الصين باسعار رخيصه ومش عايز وجع دماغ بقى ومجمعات صناعات صغيره ويقعد مره يطلعوا له انتاج كويس ومره لا. يعني حضرتك بتقولي انه حل المعضله دي مش عند الافراد حتى ولا المصنعين، عند الدوله وسياسه الدوله هي المسؤوله عن وضع الاستراتيجيه. واحنا مش هنخترع العجله. ده عملته الصين وعملته كوريا الجنوبيه وعملته كل الدول دي، وخططهم احنا الطلبه بتوعنا حافظينها ومذكرينها. طب انا عايز اسال حضرتك، احنا قربنا قد ايه من الرؤية دي، من الإرادة دي؟ احنا تحسننا كتير. لازم نقول ان كمان المؤتمر الاقتصادي يعني كان ناجح بكل المقاييس في ان هو يستعرض وجهات النظر. اللي انا بتمناه بقى ان استراتيجية الدولة لازم نحدد الأدوار الدولة بشكل واضح. يعني ما ينفعش اننا بنتكلم على وثيقة ملكية الدولة ويحصل خلط عندنا. يعني في ايه هو دور الدولة وايه هو دور القطاع الخاص؟ الدولة دورها التوازن بين المصلحة العامة والخاصة. يعني انا القطاع الخاص اديله كل الامتيازات، سواء كان مصانع كبيرة او متوسطة او صغيرة، ولكن انا دوري انه من الممكن جدا ان هذا القطاع الخاص يبتدي يجور على المستهلك لو عمل احتكار. طبعا. يبتدي يجور على المصنع الصغير، وبالتالي يدور الدولة. انا كدولة بقى اللي بحط انا اللي بحط الضوابط والفواصل والتشريعات والآليات اللي تتعامل مع تحقيق هذا التوازن. ليه؟ عشان انا دوري كدولة هو ان كل الناس عندي تتعامل بشكل متكافئ، ما ميزش طبقة عن طبقة.